كما استهدف الطائرات العدوان السعودي حديقتي السبعين وفان سيتي بغارتين أدت إلى تدمير أجزاء واسعة منهما، وتضررت عدد من منازل المواطنين المجاورة، إضافة إلى استهدافه مدرسة الشهيد الديلمي في نفس المنطقة. من قتل الأطفال إلى قصف مدارسهم، جرائم تعددت صورها ما بين قتل وتشريد وإبادة، كان آخرها قصف حديقة السبعين وفان سيتي للألعاب في صنعاء، إذ دمرت بعدما أحرقها طيران معادي بنيران صواريخ، إذ قدرت حجم خسائرها بأكثر من 500 مليون ريال. أنا لا أدري ماذا يراد بالعمل بمجمله وبحصيلته الحديقة هذه متنفس الناس كامل، يعني سواء في الداخل أو في الخارج. اللي حصل أنه الساعة 12 ونصف الليل حصلت غارة من التحالف ضرب البولينج والهناجر المستودعات الخصب فان سيتي، والموقع لا هو موقع عسكري ولا احنا من الاطراف المتنازعة ولا احنا ننتمي لاي حزب سياسي، مواطنين بعد حالنا لا لنا في السياسة. فتفاجأنا بانه استهدف المكان، والمكان خاص بالاطفال والعائلات، يعني اصبح ان العدوان انه بيحاول انه يحاصر الشعب اليمني، او بالمفتوح انه يعني اقتلوا الشعب اليمني، دمروا البنية التحتية، يعني ضربوا الهناجر العصير الحليب الزيت كل حاجة، وبالأخير ضربوا صالة رياضية في حديقة فان سيتي. منازل المواطنين هي الأخرى أحرقها النظام وجرح سكانها وآخرين شردوا منها. أنا العالم، أنا العرب، أعينوا مفعلوا بنا، قتلوا جهلنا، خربوا بيوتنا، لأن حزبي الله نعم الوكيل، الله سيصيبه، الله سيجعل عدوه إسرائيل إن شاء الله، الله لا وفق السعودي، إيش بنا؟ هو مسلم، هذا سلاح، صندقة صندقة، هذه مدارس علم، هي مدارس سلاح يا عالم، انظروا، انظروا يا عالم، انظروا يا عالم، حزبي الله نعم الوكيل، حزبي الله نعم الوكيل. مدرسة الشهيد الديلمي لم تكن بمنع عن الإجرام السعودي، فكان لها نصيب من الغارات الهمجية التي أدت إلى تضرر أجزاء كبيرة من المدرسة، لتلحق بعشرات المدارس في مديرية السبعين التي انتهك حرماتها تحالف الشر. ما حدث من تدمير هو واضح أمام العيان، تم تدمير أجزاء كثيرة من مدرسة الديلمي، عدد المدارس في مديرية السبعين الثاني حوالي 18 مدرسة التي تضررت بفعل القصف العشوائي، القصف الذي يدل على أن دول التحالف تريد قتل الطلاب، قتل المدنيين، قتل الحياة داخل اليمن. هذه الغارات تأتي ضمن الاستهداف اليومي للمنشآت الحيوية والخدمية والترفيهية التي تقدم خدمات للمواطن، والتي يسعى العدوان من وراء استهدافها إلى إيقاف الحياة في اليمن. كلما تلقى العدوان ضربات موجعة من الجيش المسنود باللجان في مختلف الجبهات، يلجأ إلى إقلاق السكينة العامة وقصبه المدنيين في مختلف المناطق، ما يدل على انكساره وانهزامه. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.